يوم جديد وحديثنا متجدد للصحافة، أقدمه لكم من قناة التغيير، وأبدأ كالمعتاد بالعناوين. نبدأ من صحيفة المشرق، حيث كتب عبد الأمير المجر: الأجهزة في الطريق. وإلى صحيفة الاتحاد، حيث كتب المحلل الأمريكي مارك تشامبيون: حرب داعش ليست كغزو العراق. وهذا يوسف الكواليت يكتب في الرياض: مسرح جديد يدير أكثر من لعبة. موقع كتابات الإلكتروني: التحالف الدولي والعلاقات المخفية بين واشنطن وطهران، للكاتب فرات الزهد. وهذا محمد الحسن في ذات الموقع، وهو كتابات يكتب حول بيريسترويكا السوفيات وفدرلة الرافدين. إلى موقع الحوار المتمدن كتب فاضل السوداني: بؤس المثقف العراقي المتلون في المراكز الثقافية في أوروبا. تحقيق من صحيفة المواطن: عراقيون يخاطرون بحياتهم لتأمين لقمة العيش، والقوارب سبيل استمرار حياة بلدة عراقية يحاصرها المتطرفون. وتحقيق آخر من صحيفة الصباح: الإرهاب يعطل مشاريع السياحة. تتحدث صحيفة الخليج في افتتاحيتها فتقول: مهلا أردوغان. وفي افتتاحية صحيفة البيان: خطوتان للأمام في ليبيا. وإلى الأخبار المنوعة من صحيفة العرب القطرية: العنف يهز ثقة الطفل بنفسه. أخيرا صحيفة الاتحاد: عدسات لاصقة تقي العين من الأضرار. أهلا بكم من جديد، ومن العناوين إلى المقالات والتحقيقات، ونبدأ بالملف العراقي. أولى محطاتنا هي من صحيفة المشرق، حيث نقرأ مقالا للكاتب عبد الأمير المجر، وجاء بعنوان: الأجهزة في الطريق. يقول فيه: يقول المثل الشعبي المتداول في الجنوب: خلصت العركة وهو يتحزم. ولهذا المثل حكاية ربما تكون حقيقية، لكني أعتقد أن المثل أطلقه أحدهم ليقارب به تصرف البعض ممن هم قليلو الهمة والمترددون وربما غير الشجعان أثناء المعارك التي كثيراً ما تحصل في الريف. هنا يقارن الكاتب هذا المثل بالواقع في العراق، فمؤخراً أعلنت وزارة الداخلية العراقية أن أجهزة حديثة لكشف المتفجرات والمخدرات ستصل إلى العراق قريباً. الخبر ليس نكتة أو أحجية جديدة من أحاج العملية السياسية وتنويعاتها الغريبة، إنما هو حقيقة. حقيقة أطلقها كبار المسؤولين في الوزارة، وهو بمثابة بشرى موجهة لنا نحن الذين ما زلنا على قيد العراق والحياة فيه. ولا يقصد منها استفزاز أهالي الضحايا من الشهداء والمعاقين من جراء الأعمال الإرهابية للسنوات الماضية، بل لإخافة داعش وأخواتها وبث الطمأنينة في نفوس العراقيين بأن الدولة العراقية ستغدو أكثر قوة، وسيكون الشعب بالضرورة أكثر أمناً بعد وصول الأجهزة هذه، والتي لا نعرف هل هي اختراع جديد أنتجته مصانع العالم المتقدم مؤخراً، أم أنه إنتاج قديم مضت على صنعه عقود من الزمن كما كنا نسمع، ولم يصلنا بسبب عدم توافق الكتل السياسية.
وهل جلب هذه الأجهزة له علاقة بالانفراج السياسي المتمثل بتشكيل الحكومة؟ أما أن وزارة الداخلية انتبهت أخيراً إلى أن الحل يتمثل بجلب هذه الأجهزة الموجودة في دول العالم المتقدم بعد أن اكتشفت أن أثمانها مناسبة ولا تكلف الدولة الكثير ولم تؤثر على الموازنة وتخلق لنا عجزاً يتسبب في توقف المشروعات العملاقة التي تتوزع في البلاد، لا ندري. لكن يبقى الأهم من كل هذا، هل أن الأموال التي ستصرف على هذه الأجهزة تساوي أثمان العراقيين المتبقين الذين ستحميهم من الانتحاريين والمفخخات وغيرها؟ وإذا كانت الأثمان مناسبة لأسعارنا ولا تؤثر على موازنة الدولة، فنعتقد أن الوقت بات مناسباً ووزاراتنا أنهت تحزمها ودخلت المعركة مبكراً. ننتقل الآن إلى صحيفة الاتحاد، حيث نقرأ منها هذا المقال للمحلل الأمريكي مارك تشامبيون بعنوان حرب داعش ليست كغزو العراق، والتي نقلته الصحيفة عن صحيفة الواشنطن بوست. يقول فيه: اعتبر البعض غزو العراق عام 2003 خطأ استراتيجي كارثي، وكان سبب الحرب على العراق وجود أسلحة دمار شامل ووجود تنظيم القاعدة في العراق. والآن وقد شنت الولايات المتحدة ضربات جوية في سوريا، فإن العديد من وسائل الإعلام ومن بينها نيويورك تايمز تشعر بالقلق من أن تكون هذه الضربات بداية حرب أمريكية أخرى مدروسة في منطقة الشرق الأوسط، حرب محفوفة بعواقب محتملة وغير مقصودة، والأمر يستحق توضيح الأسباب التي تجعل الحملة على تنظيم داعش في سوريا ليست مثل غزو العراق. يوضح الكاتب فيقول: أولاً، ليس هناك سلاح لتدميره في سوريا، فوفقاً لبيانات الأمم المتحدة فقد بلغ عدد القتلى أثناء الحرب الأهلية الدائرة في سوريا نحو 200,000 شخص، كما أن معدلات القتل لا تتباطأ. وفي الواقع فإن داعش يقوم حالياً بتوسيع نطاق الحرب إلى المناطق الكردية في سوريا ناهيك عن العراق. ثانياً، ليس هناك وحدة هشة لإحداث عدم توازن بها، فسوريا بالفعل أصبحت دولة مجزأة وفاشلة ذات حدود قابلة للتلاشي، فيها بشار الأسد ليس إلا مجرد أول أمراء الحرب. تنظيم القاعدة موجود، فجبهة النصرة هي فرع من فروع القاعدة، في حين أن داعش هو فريق القاعدة السابق في العراق، والذي اختلف مع قيادة القاعدة في باكستان وأفغانستان، والذي يعتقد أن جماعة تتميز بوحشية أكثر من اللازم، مغرورة ومركزة محلياً. ثالثاً، لم تنضم أي دولة عربية لتحالف الرئيس السابق جورج دبليو بوش في العراق، ولكن على العكس، فإن جميع المشاركين الخمسة في الضربات الجوية التي تقودها الولايات المتحدة في سوريا كانوا من المنطقة، ما يشير إلى موافقتهم على حقيقة التهديد الذي يواجهونه وضرورة مواجهته. رابعاً، الولايات المتحدة لا تقدم قوات برية لمحاربة داعش في العراق أو سوريا، فالمستشارون والمراقبون من القوات الخاصة الذين يساعدون في تحديد الضربات الجوية لا يشكلون قوات برية. وقد شارك في غزو العراق عام 2003 ما يقرب من 200,000 من قوات التحالف، مقارنة بما يقرب من 1,600 من القوات في العراق، ولا وجود لأي قوات في سوريا على حد علمنا. أخيراً، فإن الرئيس أوباما ووزير الدفاع جاك هيجل هما من المحاربين المترددين، وقد علما بوضوح دروس العراق وأفغانستان، لكنهما أجبرا بسبب الأحداث على القيام بتحرك طالما قاوماه. إنهما لا يشبهان بوش أو وزير دفاعه دونالد رامسفيلد بأي وجه من الوجوه. وسواء نجحت هذه الحملة في تدمير داعش أو لم تنجح، فإن داعش منظمة إرهابية تحولت إلى قوة قتال تقليدية كبيرة، وإذا تمت هزيمتها في الميدان فإنها لن تختفي، إنها ببساطة ستتقلص إلى هيئتها الأصلية. لكن السبب يرجع تحديدا إلى أن هذه ليست حربا بين دول لابد أن تنتهي بنتيجة واضحة. إن السؤال مؤطر بطريقة خاطئة، وبدلا من أن نسأل عما إذا كان بالإمكان هزيمة الجماعة، فبالأحرى أن نسأل هذه الأسئلة: هل بالإمكان الضربات الجوية الأمريكية والمستشارين الأمريكيين منع داعش من تدمير الأجزاء المستقرة الوحيدة في العراق وسوريا؟
وهل بإمكانهم منع الإبادة الجماعية ضد الأقليات الدينية في هاتين الدولتين؟ أعزائي المشاهدين، ننتقل الآن إلى صحيفة الرياض حيث نقرأ منها هذا المقال للكاتب يوسف الكويليت، وجاء بعنوان مسرح جديد يثير أكثر من لعبة. يقول فيه: الدول الكبرى لا تعالج أزماتها وفقا لردات الفعل بالعالم، سواء قامت حروب أو انتفاضات أو إرهاب، إلا إذا وجدت مصالحها تتعرض للخطر، وهذا ما شهدناه في بقاع العالم، كيف تتحرك وتواجه بالوقت المناسب تلك الأحداث. أمريكا كقوة منفردة في العالم نجحت في حروب كبرى هزمت بغيرها، ولا توجد لها خصومات ثابتة، فهي تتوجه حيث مقياس نجاحها ليس بالضرورة عسكريا وإنما سياسيا واقتصاديا أيضا، ونراها في مختلف الظروف تستخدم أسلحتها اللينة والحادة والمتوسطة. أحيانا تتجاهل مصادر الخطر على دول أخرى تبعا لرؤية محللي رصدها وقراءاتهم لنسب المخاطر على مصالحها. في العراق أقدمت على احتلاله وخلق النسيج قوة عسكرية وتثبيت حكومته، وقررت أن توفر مسارا آخر يختلف عن ماضي الحكومات السابقة بإعطاء صورة غير واضحة لمعالم حكومة منتخبة وبخيار وطني دون إدراك للمناخ الذي أعقب الاحتلال ثم الانسحاب، وأن الخلل الذي صنعته حكومة المالك التي أخذت الثوب الديمقراطي، أن الجيش الذي سلحه ودربه خبراء من أمريكا وهيئوا أساليبه وعقيدته كان من الاهتراء عندما سقط مع أول تجربة يخوضها ضد جماعات إرهابية لا تملك إمكانات دولة، وإنما فصيل عرف كيف يهزم ذلك الجيش بقواه وتدريبه وإمكانات استعداداته. بعد داعش بدأت الصحوة المتأخرة وتقويم الموقف، ثم المسارعة بخلق تآلف دولي يحارب هذا التنظيم. ورغم أن الاستعدادات جاءت متأخرة وبحسب كل الخبراء بما فيهم قادة التحالف أن المعركة لن تحسم بالطيران وحده. النتيجة جاءت هذه المرة من الرئيس أوباما نفسه الذي عارض التدخلات والحروب، واعتبار ما يجري في سوريا والعراق شأنا داخليا سوف ينتهي كل كما سبق لوقوف الحروب الأهلية بسبب إنهاك كل الأطراف. لينطق صراحة بأن مخابرات بلده قللت من شأن المتشددين في سوريا التي أصبحت قبلة للجهاديين، وبصرف النظر عن قبول أو رفض هذا التصريح وفقا لقدرات ما تصل إليه الاستخبارات من معلومات غير محدودة، فأن وجود خدعة أو تهاون أو أي مبرر آخر يجعلنا نضع الموقف والتقويم موضع تساؤل، بما في ذلك تقويم قوة العراق العسكرية في مكافحة الإرهاب على أرضه. ما حدث لا يمكن وضعه ضمن التقويم الساذج لأحداث بدول فيها مراقبون وعيون وسفرات كبرى، وإنما يعزى لتصورات وليس لتحليلات بأن ما يجري لا يستحق المغامرة، إلى أن وصلت النتائج إلى رفع أصوات حادة من قبل بعض أعضاء الكونغرس وخبراء الاستخبارات والساسة الذين يراقبون بصورة شاملة تلك التحولات والمتغيرات ومخاطرها القادمة. مهما يكن الأمر فالتحالف ربما يوقف زحف دولة داعش أو يعطلها مؤقتاً، لكن ما هو محير أنه حتى الآن لم تتخذ القرارات الأساسية من سوريا التي هي مركز التنظيم وتناميه ثم تشكيل دولته بمعنى ترك الأساس والذهاب للفرع، وحتى تركيا تناور مرة ولا تريد أن تدخل في التحالف بأفكار غير منطقية، ومرة أخرى بدأت تراعي مصلحتها مع دول حلف الأطلسي، وربما تحت الضغط الأمريكي بدأت تتراجع عن ممانعاتها. وكما في الحرب صفقات وتدابير سرية تغلف بأخرى علنية، فأننا أمام مسرح جديد يدار بأكثر من لعبة ودور. أعزائي المشاهدين، نكمل ما تبقى من حديث الصحافة لكن بعد الفاصل مع رسوم الكركديه.
أهلا بكم من جديد. هذه انتقالة إلى المواقع الإلكترونية وتحديدا من موقع كتابات، حيث نطالع مقالا للكاتب فرات الزهد، وجاء بعنوان التحالف الدولي والعلاقات المخفية بين واشنطن وطهران، حيث يقول فيه: في ظل التحشيد الدولي لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي، يستبعد كل من إيران وسوريا من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، فيما يرى محللون أن واشنطن وطهران تخططان سوية في هذا التحالف لكن في الخفاء، وذلك من أجل الحفاظ على الحليف العربي الذي لا يطمئن لإيران التي تمثل مصدرا للتوتر في المنطقة، ويتهمها للسعي لتحقيق مشروعها التوسعي لإقامة إمبراطوريتها الفارسية بهوية طائفية. وربما لم يمكن الموقف العربي الخليجي تحديدا لم يكن نابعا عن هواجس إزاء الجارة المقلقة له، وإنما هنالك تحديات حقيقية تؤكد الدور الذي تلعبه في المنطقة لصالح مشروعها. وبرغم المداراة والتستر وراء الواجهات، جاء تصريح وزير الخارجية الأمريكية الأسبق هنري كيسنجر فاضحا لذلك المشروع، حين قال منذرا ومحذرا من أن إيران تعد أكثر خطرا من تنظيم داعش. يتابع بالقول: اللافت أن معطيات هذا المشروع تتضح أكثر فأكثر كلما اضطرب الوضع الإقليمي أو الدولي، حيث يجد له مبررات الحركة لتحقيق أهدافه بحسب المحلل السياسي عباس الحمد، الذي استشهد بالحالة اليمنية حيث سقوط صنعاء بيد الميليشيات الحوثية إحدى أذرع النظام الإيراني، وهي ليست الحالة الأولى كما يؤكد، فقد سبق لها أن خطت خطوات كبيرة في إطار تعزيز دورها الإقليمية. لذا لا تستغرب عندما تسمع من مندوب مدينة طهران في البرلمان الإيراني علي رضا زاكاني المقرب من المرشد الإيراني علي خامنئي يقول إن ثلاث عواصم عربية هي اليوم بيد إيران وتابعة للثورة الإسلامية. كلامه هذا قبل أن تنضم صنعاء للقائمة، فيما يتجه المشروع نحو نجد والحجاز، وهو ما ألمح إليه مسؤول إيراني. وقال عضو الإدارة السياسية في حرس الثورة سعد الدين زارعي أن الهمس بدأ يتعالى بشأن تواجد حرس الثورة في المملكة العربية السعودية، مضيفا أن أكثر ما يقلق السعودية هو تحويل ملفها إلى الحرس الثوري والجنرال سليماني. يضيف الكاتب: برغم قرار الاستبعاد المعلن لإيران من التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش، إلا أن وجودها على أرض الواقع حقيقة لا يمكن تغافلها وباعتراف الأمريكيين أنفسهم. هذا ما أفصحت عنه صحيفة واشنطن تايمز حين قالت إن قوات فيلق القدس الإيرانية السرية التي يتزعمها قاسم سليماني باتت أكثر نشاطا في العراق جنبا إلى جنب مع جنود العراقيين وعناصر الميليشيات. وليس في كلامها ما يثير انتباه العراقيين، لأنهم يدركون ذلك بالملموس، لكن الملفت الذي أشارت إليه الصحيفة أن هذا الوجود يحظى بمباركة من الرئيس الأمريكي باراك أوباما. وينسجم هذا الطرح مع رؤى بعض المراقبين للشأن العراقي من وجود تحالف خفي بين الولايات المتحدة وإيران فيما يحدث في العراق، عادين التصريحات الرسمية المتناقضة بين واشنطن وطهران بمثابة بر الرماد في العيون. ولعل هذا ما يفسر إطلاع واشنطن لطهران بالضربات الجوية التي تقوم بها طائراتها قبل أن تشن غاراتها، مع تطمينات بعدم المساس بحلفائها، كما ذكر ذلك مسؤول إيراني رفيع، كاشفا عن أن الولايات المتحدة أبلغت إيران مسبقا بنيتها توجيه ضربات لمواقع داعش في سوريا، مطمئنة إياها أنها لن تستهدف القوات النظامية. يختم الكاتب مقاله: إيران لا تتحرج من كشف تدخلاتها بالشأن الإقليمي سواء في العراق أو سوريا أو لبنان أو البحرين أو اليمن، فقد أكد الجنرال أمير علي حاجي زادة أن قائد قوة القدس الإيرانية قاسم سليماني كان في العراق يقاتل تنظيم داعش، لكنه نسي أو تناسى أن يقول أنه كان يقاتل تحت مظلة طائرات الشيطان الأكبر. نبقى الآن في موقع كتابات، حيث نقرأ مقالا للكاتب محمد الحسن، وجاء بعنوان بيرسترويكا السوفيات وفدرلة الرافدين. يقول فيه:
من بوابة الاقتصاد دخل البروفيسور غورباتشوف، كما يحلو للروس تسميته إلى صلب المشكلة السوفيتية التي كانت تتمظهر بمظاهر اقتصادية من قبيل ملكية وسائل الإنتاج وسيطرة المركز على تلك الوسائل سيما الاستهلاكية منها. في الواقع أن نزعة الحكم الذاتي المتنامية في الجمهوريات والتي كان أحد أوجهها الامتناع عن دفع الضرائب أدت إلى ولادة مشكلات اقتصادية جديدة رغم تطبيق مبدأ الإصلاح أو البرسترويكا. البرسترويكا مفهوم شمل جميع نواحي الحياة والتفكير السوفيتي، إذ كان بمثابة السياسة والفكر الجديد المتبنى من قبل الحزب الشيوعي الحاكم. رغم كون المرحلة تزامنت مع انتهاء الحرب الباردة، غير أن المشكلات الداخلية كانت بحاجة لحلول من جنسها دون الاستئناس بالعموميات والشعارات التي لا تصمد أمام الواقع. فكان الإصلاح أو إعادة البناء أو البرسترويكا قراراً نهائياً لترويض جوامح الأزمات العاصفة. يواصل الكاتب فيقول: مهما كانت النتائج يجب تقبلها، ومهما كان العلاج متأخراً بنظر الحالمين، بيد أنها مثلت بداية للخروج من أفق الأزمة رغم أن تأخرها سبب انهيار الاتحاد. منطقية التفكير البراغماتي تكون منتجة عندما تؤسس منظومتها على الواقع بصرف النظر عن الأيديولوجيا وما تفرضه من تزمت وقوالب ثابتة قد تكون مستوردة من التراث، وبالتالي لا تقوى على الصمود بوجه مشاكل مستحدثة. إن الجمود الفكري يعد بنظر البعض من الجمهور عقيدة لا حياد عنها، وهي حالة تمثل ارتداداً للخوف من التغيير أو التطور الذي تحدثه حركة التاريخ، علماً أنها حركة حتمية لا تستطيع تلك المخاوف أو الشعارات التراثية أن توقفها. هنا تحدث المجابهة والصراع، وعادة يتبلور بشيء من العنف، فإن واجهته الإرادات المواكبة للأحداث وافترضت له الحلول المنسجمة مع طبيعته فترة وخفت وطأته، وإن ظل الترقيع ومحاولة إقناع الأجيال بمآثر من سبقهم وطريقة عيشهم فسيتحول الشعار إلى بكاء يطول زمنه. يردف الكاتب: مر عقد أو أكثر على التغيير في العراق، جرف معه دماء كثيرة استحقت تأسيس نهر ثالث أو رابع بين الرافدين، ولا زال ثمت من يغني على النزف مستهدفا أو مدعيا إيقافه. الحقائق لها طعم البارود، قد تكون حالة طبيعية في ضمير من يعيشها، لكنها تعكس كوارث وآلام لا يستشعرها سوى من اكتوى بلهيب سيجارها أو راقبها عن بعد. نحن في مستنقع الدم في قعر الهاوية، فمن يجرؤ على الحديث عن مخاطر المستقبل أو التحذير من عواقب أي عواقب؟ ولكي نكون أمة حية علينا البحث عن مخارج السلام، وبواعث النور بوقية تأسيس حقبة جديدة بكل ما تعنيه الكلمة، وهذا لن يحدث إلا بحل الأزمة وتفكيك عقدها. والقفز على حقائق المرحلة لا يلبي طموحات الحل وكل مآلاتها خطاب جميل لا نجد له أثراً على الواقع، بينما نحن شعب ينقرض ويتحكم بمصيره مجموعة من الوافدين بأفكار تتقاطع مع السلام. هذا السلام الذي نمني به أنفسنا، والنتيجة العنفية تعمق الفجوة بين الجميع ويركب موجتها تجار الحروب. خاتما بقوله: بينما تتشكل خطوط لحدود جديدة لا توقف تشكلها سوى إعادة صياغة الدولة من وحي الدستور الذي يفترضها جمهورية فيدرالية. الآن إلى موقع الحوار المتمدن، حيث نطالع مقالا جاء بعنوان بؤس المثقف العراقي المتلونة في المراكز الثقافية في أوروبا، للكاتب فاضل السوداني، الذي يقول فيه: تصرف دولة المحاصصة العراقية حتى الآن، بل تصرف ملايين الدولارات المقطوعة من لقمة الفقراء على الفعاليات الساذجة التي تقدمها هذه المراكز الثقافية الحكومية في أوروبا، من ضمنها رواتب باهظة لموظفين أعينوا إما بالمحاصصة أو بالإنحياز الطائفي، من ضمنها أيضا دفع مخصصات سكن باهظة الثمن وغيرها من المخصصات الأخرى. ويضيف الكاتب فيقول: إنهم يسخرون بل يسخرون من الثقافة العراقية والمثقف العراقي، وهو وزارة الثقافة محسوب من قبل السياسي كفئة غير منتجة وغير فاعلة ووزارة غير مهمة أحدهم يرميها على الآخر، والمسؤولين العراقيين وأحزابهم يستنكفون من أن يترأسوا هذه الوزارة مثلا، فكيف يسمح للمثقف، كيف يسمح لنفسه أن يخدم في هذه المراكز إذا لم يكن الهدف هو المصلحة والجشع الشخصي؟
وبالمناسبة فأن قرار فتح المراكز الثقافية في أوروبا كان من أجل تعيين أقارب المسؤولين والفعاليات التي تقدم هذه المراكز والتي تبذر الآلاف من الدولارات لا ترقى إلى مستوى الفعاليات التي كانت تقدم في المؤسسات والمراكز الثقافية من قبل الجاليات العراقية في بلدان اللجوء قبل الاحتلال بدون دعم، وإنما كانت تعتمد على الدعم الشخصي، وأن الكثير من العاملين في هذه المراكز يتصورون بأنهم عندما يقدموا معرضاً أو أمسية شعرية فأنهم يقدموا وجه العراق الحضرية بسبب كونهم لا يمتلكون برنامجاً أو حتى غير متمكنين من معرفة سيكولوجية الجمهور الذين يقدمون له هذه الفعاليات فيملؤون الصالة بالعراقيين، وكأن الفعالية لهؤلاء وليس لتعريف الأجانب ببلد اسمه العراق. يضيف الكاتب إنهم لا يمتلكون البرنامج الثقافي والتصور الفكري لهذه المراكز وكيف يجب تقديم الثقافة العراقية أمام الأجنبي، وما يدلل على كلامي كما يوضح الكاتب لاحظوا سذاجة التصور لتقديم وجه العراق أو الجالية العراقية من فعاليات المركز الثقافي الإسكندنافي، كم ميزانيته وأين تصرف، التي وصفها الكاتب سلام إبراهيم بكل صراحة وجرأة. ولاحظوا تعليق أسعد راشد مدير المركز بأن العراق بخير والثقافة العراقية بألف خير، وأن المثقفين هم الذين يخلقون الحزازات والمحاصصة، كل هذا من أجل الدفاع عن المسؤولين وعن المحاصصة للحفاظ على هذا الخراب والتخلف الثقافي الذي يعشعش في العراق. يقترح الكاتب على وزارة الثقافة وعلى السيد رئيس الوزراء السيد حيدر العبادي أن تلغى المراكز الثقافية وامتيازات مدرائها باهظة الثمن من سكن وامتيازات أخرى، حيث يختم الكاتب فيقول لأنها ثقل جديد على ميزانية العراق الذي يعيش فيه الكثير من الفقراء في العراء. وما هي فائدة فعالية ثقافية هدفها تبييض وجه العراق الحالي المستلب من سياسيه وبرلمانه وسياسة الغرب والإرهاب وغيرها؟ والعراق عكس هذا يعيش في خراب منذ 10 سنوات وحتى الآن. الآن إلى صحيفة المواطن، حيث نقرأ تحقيقاً جاء بعنوان عراقيون يخاطرون بحياتهم لتأمين لقمة العيش والقوارب سبيل استمرار حياة بلدة عراقية يحاصرها المتطرفون، حيث يقول التحقيق يزدحم مرفأ مياه موحلة على نهر دجلة بقوارب معدنية صغيرة لنقل بضائع ومسافرين في رحلة قصيرة إلى بلدة الضلوعية شمال بغداد التي يقاتل أهلها منذ عدة أشهر ضد الإسلاميين المتطرفين. وتبدو مجموعات القوارب التي يقودها عراقيون نحو نهر دجلة رغم رصاص القناصة وقذائف الهاون للوصول إلى منطقة جبور في جنوب الضلوعية المصدر الرئيس لمواصلة مقاومة الإرهاب. ويتم تحميل القوارب عند وصولها إلى مرفأ صغير عند مدينة بلد جنوب الضلوعية بالخضار وغاز الطهي والثلج أو ركاب يجلسون بحذر شديد قبل أن يسلكوا ممرات مائية متعرجة. وينبعث الدخان من محركات واسعة في القوارب في رحلاتها ذهابا وإيابا مولدة موجة عريضة وسط المياه إلى جزيرة واسعة من نباتات القصب الشاهقة. وفي منطقة جبور يقاتل أبناء العشائر إلى جانب القوات الأمنية لمقاتلة المسلحين المتطرفين التابعين لتنظيم الدولة الإسلامية والذين يسيطرون على المناطق المحيطة بهم. وقال عبد مطلق محمد أحد زعماء عشائر جبور وتحمل بلدتهم لإسنداته عن رحلة القوارب التي تنقل كذلك الأهالي لتلقي العلاج بأنها طريق حيوي. يقضي الرجال كانوا يعملون في مهن مختلفة بينهم ناظم عيسى عبيد الذي كان موظفا في وزارة التربية لدى اندلاع النزاعات الأخيرة يقضي ساعات النهار في قيادة الزوار، وتعد أجور النقل بسيطة مقارنة بالمخاطر التي تواجه القوارب، ويدفع 1000 دينار أقل من دولار لكل راكب و5000 دينار لكل حوالي 4 دولارات للراكب مع بضائعه. وتعرضت مواقع تجمع القوارب عند جانبي النهر لقصف بقذائف الهاون وكذلك رصاص القناصة عند قطع الطريق عبر النهر. ولدى تنقل الزوارق وهي تحمل بضائع أو ركابا تسير مع مصب مياه النهر بعيدا ثم تنتقل للجانب الآخر إلى مكان عند نهاية الجزيرة لتسير بعدها على مقربة منها للوصول إلى الضلوعية. ويعرف قادة الزوارق طريقهم جيدا وهم يتحركون ببطء في بعض الأماكن على مقربة من حافة النهر ويسرعون في أماكن أخرى لتجنب خطر القناصة من مسلحي تنظيم داعش،
ولدى وصولهم إلى جهة الضلوعية يلجؤون إلى مرفأ بين نباتات قصب عالية، حيث يمكن لهم إنزال الركاب وتفريغ ما يحملون من بضائع. بعدها تظهر موجة مياه جديدة وهم ينطلقون مجدداً عبر نهر دجلة لرحلة أخرى بمحاذاة حافة النهر منه وإلى المنطقة المحاصرة. الآن إلى صحيفة الصباح، حيث نقر أيضاً تحقيقاً آخر بعنوان الإرهاب يعطل من مشاريع السياحة، حيث يذكر التحقيق على الرغم من توفر عناصر الجذب السياحي في العراق إلا أن السياحة ما زالت تعاني من إهمال كبير في القطاع العام والخاص على حد سواء طبعاً. وقد تكون الظروف الأمنية أحد أهم الأسباب التي يتعذر بها المعنيون بشؤون السياحة، إلا أن عدم اهتمام المؤسسات الحكومية بإعادة ترميم وبناء المعالم والشواخص الأثرية وتوفير الخدمات المرافقة لها أدى إلى تجريد البلاد من أحد أهم مواردها الاقتصادية، فضلاً عن تنحية العراق عن موقعه كبلد سياحي يتمتع بطبيعة متنوعة، ولم تبقي سوى السياحة الدينية التي ما زالت بحاجة إلى مشاريع استراتيجية واسعة يمكن أن تستوعب الأعداد الكبيرة للوافدين إليها طيلة أيام السنة. في مناطق بغداد المختلفة الإهمال طال كل شيء، فسنوات الحروب لم تبقي على ما يمكن أن يستدل به كمعلم سياحي، الشوارع الرئيسة تغيرت معالمها ولم تعد تستهوي حتى أبناء المدينة. الشواخص التي كانت تعرف كدلالة يتم الحديث عنها في دول أخرى غابت، فلا مطاعم أو مقاهي أو نوادي يمكن أن تجذب السائح، يقول رائد عبد الواحد صاحب مكتب للسياحة في منطقة شارع فلسطين. في القطاع السياحي أصبحنا مستهلكين وغير منتجين، فنحن ننظم سفرات سياحية إلى خارج البلاد في دول مختلفة كتركيا وإيران ولبنان ومصر، لكننا لم نأتي بسائح واحد من تلك البلدان، فلا يوجد ما يغري السائح بالقدوم إلى العراق خصوصا مع غياب التنظيم والاهتمام من قبل الدولة بهذا الأمر. في دول قريبة من العراق تنشط السياحة فيها بالرغم من عدم استقرار الأوضاع السياسية والأمنية فيها بشكل تام، لكن المرافق الخدمية الخاصة بالسياحة تتطور فيها بشكل ملفت، الأمر الذي يساعد على جذب السياح من مختلف مناطق العالم، فتجد اختيارات متعددة من الفنادق الفارهة والمطاعم والنوادي والمعالم التراثية والأثرية. هذه الأمور من الأساسيات التي يبحث عنها السائح ولا يجدها في بغداد أو أي مدينة أخرى باستثناء إقليم كردستان. في مركز العاصمة بغداد في منطقة الباب الشرقي والباب المعظم تنتشر محال تصليح السيارات والبائعين المتجولين ومطاعم المأكولات بشكل فوضوي، وتتداخل مع بعضها البعض بحواجز من ركام النفايات التي تنتشر في الشارع الرئيس بشكل مخجل. وهذا سلام عبد الكريم وهو صاحب شركة نقليات للسياحة والسفر تساءل، بل يتساءل، إلى أي مكان يمكن أن نصطحب السياح الأجانب أو العرب إذا أرادوا مشاهدة بغداد؟ وفي أي شوارع نسير وفي أي مطاعم يمكن أن يجلسوا وما هي الفنادق الموجودة؟ وأضاف، عندما نذهب إلى دول قريبة كلبنان نجد الخيارات واسعة ومتعددة وشوارع المدينة مهيئة لأن يتجول فيها السائح، بالرغم من أن البلد لا يتمتع باستقرار متكامل، لكن السلطات في هذه الدولة ركزت على توفير الأجواء المناسبة للوافدين والسياح، الأمر الذي ولد رأياً عاماً بضرورة نبذ أعمال العنف ومحاصرة الأفكار المتطرفة. الخبير السياحي حميد سريح أشار إلى وجود قصور وتقاعس لدى المؤسسات السياحية التي تعاني من اضطراب في عملها على مدى السنوات التي تلت الاحتلال، متسائلاً عن إنجازات تلك الدوائر خلال السنوات الماضية واستغلالها التعذر بحجج الأوضاع الأمنية، فما هي المنشآت السياحية التي تم بناؤها وما هي المناطق التي تم تأهيلها لتصبح مواقع استراحة واستجمام؟ بدوره المدير التنفيذي لشركة الأمجاد للسياحة والسفر أشرف صالح يؤكد أن عدد شركات السياحة المجازة في العراق يقترب أكثر من 500 شركة، تضم آلاف من الموظفين بصفة مندوبين وعاملين ومروجين، وتمتلك هذه الشركات فروعا في محافظات النجف الأشرف وكربلاء والكاظمية، لأن أغلبها تعتمد على السياحة الدينية والترفيهية الداخلية في إقليم كردستان، بيد أن تدهور الأوضاع الأمنية في أجزاء واسعة من البلاد وقطع الطريق ولد مخاوف كبيرة لدى السياح من مختلف بلدان العالم، إذ أجبرت معظمهم على الإلغاء أو تأجير رحلاتهم للعراق.
أعزائي المشاهدين، ننتقل للملفين العربي والدولي بعد الفاصل. أهلا بكم مجددا. البداية مع صحيفة الخليج، حيث نقرأ ما جاء في افتتاحيتها تحت عنوان مهلا أردوغان. تقول الصحيفة: لا نحاول أن نجعل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قضية، لأن بذلك نساهم في تضخيم الأنا التي تتملكه ونحقق له ما يريد من اهتمام وتصدر للمشهد الإعلامي والسياسي بعدما باتت مواقفه وسياساته مكشوفة. نحاول أن نتجاهل، لكن أردوغان يجبرنا على الرد عندما يتجاوز حدود الأعراف الدبلوماسية في علاقاته مع الدول العربية وقادتها، خصوصا عندما يتقصد التعريض بهم والإساءة إليهم دون احترام لإرادة الشعوب العربية وإراداتها لاختيار الديمقراطي الحر، ويعطي لنفسه حق التدخل في خياراتها يمارس الضغط السياسي عليها. فبعد اختياره منبر الأمم المتحدة للتهجم على الشعب المصري وقيادته التي جاءت محمولة بإرادة ملايين ثورة 30 يونيو التي وضعت نهاية لحكم إخوانه، ها هو يختار المنتدى الاقتصادي في اسطنبول لمواصلة وصلته، وبطريقة تحمل على الظن أن الرجل فقد البوصلة تماما، وقرر قطع شعرة معاوية مع دول عربية مركزية لها ثقلها ودورها في العالم العربي والعالم، وكأنه يجاهر بالعداء للعرب أجمعين، ويسعى للانتقام مما حل بحلمه العثماني الذي تهاوى كقصر من الكرتون مع انهيار حكم الإخوان في مصر، الذي كان أشبه بلعبة الدومينو التي تساقطت حجارتها تباعا بعد ذلك. كما أن وزارة خارجيته لم تنسى محاولة التطاول على دولة الإمارات من دون أن تدرك أن هذا التطاول لن ينل من الكبار الذين يعرفون حدودهم وأين يضعون أقدامهم، ولا يتدخلون بالشؤون الداخلية لغيرهم، ولا يحتاجون لمن يعطونهم دروسا في احترام القيم الأساسية للعلاقات الدولية. لقد بات معروفا دور تركيا التخريبي في سوريا والعراق في مسعى لتدميرهما، كما أن المحاولات الفاشلة للتدخل في مصر ضد ثورتها لا تحتاج إلى دليل، ومحاولات التخريب في ليبيا وتونس وغيرهما مكشوفة. إذن لماذا هذا الإصرار على رفع جدران العداء بين الشعب العربي والشعب التركي؟ ولماذا يريد الرئيس أردوغان استدعاء التاريخ والعودة إلى أيام العثملة؟ بدلا من أن يفتح صفحات جديدة في التاريخ لمصلحة الشعبين وخيرهما وسعادتهما، وقد كانت كل الأبواب والجسور مفتوحة ثم عاد وأقفلها ثم دمرها. تقول الصحيفة أخيرا: مهلا أردوغان، القليل من التواضع أفضل، فمصلحة بلدك أولا بدلا من العبث بالدول الأخرى وكسب عداواتها. ننتقل الآن إلى صحيفة البيان ونقرأ ما جاء في افتتاحياتها، وجاء تحت عنوان خطوتان للأمام في ليبيا، حيث تقول الصحيفة: تقدمت ليبيا خطوتين للأمام في طريق تجاوز أزمتها السياسية والأمنية الحالية، مع منح البرلمان المنتخب ثقة غير مسبوقة لحكومة عبد الله الثاني التي أدت اليمين الدستورية مؤخرا، والتي تلتها أول محادثات بين ممثلين عن مجلس النواب وممثلين عن الأعضاء المقاطعين للجلسات المنعقدة في طبرق برعاية الأمم المتحدة، حوار تعتبره ليبيا في أمس الحاجة إليه مع اقترابها من حافة الانهيار وشفير الحرب الأهلية في ظل أوضاعها الأمنية المتدهورة في أكثر من مدينة، ومع سيطرة جماعة مسلحة من مدينة مصراتة على العاصمة وتشكيل برلمانها وحكومتها الخاصة. لكنه يستثني الجماعات المسلحة التي أعادت البرلمان المنتهي ولايته سواء من مصراتة أو أي مكان آخر في ليبيا، ومع تشكيك البعض في النتائج المرجوة من الاجتماعات لأنها لا تضم الميليشيات، كما أن النواب لا سلطة لهم على المسلحين، إلا أن الآمال تبقى معلقة على الخطوة كونها أحدى محطات الحوار الليبي الداخلي الضرورية لتجاوز الأزمة.
كما يأمل الليبيون أن يتسع نطاق هذا الحوار ليشمل مختلف القضايا الخلافية والجوهرية في بلادهم، أن لا يقتصر على قضية مجلس النواب، نظراً لأن أعضاء البرلمان عن مصراتة مرتبطون بشكل غير مباشر بالبرلمان المنافس غير المعترف به في طرابلس، كون المبادرة هي شعبية بالأساس تقدم بها أهالي مدينة غدامس غرباً بهدف لم شمل الليبيين جميعاً وترسيخ قيم الصفاء وتعزيز ثقافة التوافق. وتبني كذلك منهج الحوار العقلاني البناء والشورى المعالجة مختلف الأمور والقضايا بما يضع حداً للعنف والاقتتال، ويسمح بتقديم المساعدات الإنسانية للمناطق المنكوبة، ويفتح المجال أمام توافق حقيقي على إعلاء مصلحة الوطن والتمسك بالحل السلمي والمسار الديمقراطي لمختلف القضايا. في الختام أشكر لكم طيب المتابعة وإلى اللقاء.